أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. وكلمة أنا بطبيعة الحال خرجت على بزاف ديال الإنسان. يعني الإنسان بعقله وذكائه دائما كيكون محتاج لشي حاجة. كوننا مهاجرين في هذه الأرض السعيدة، كوننا حدنا كنقول كوننا يعني مهاجرين، يعني غنبدا من راسي ما كانت على حتى لشي واحد. لأن رغم أنك هاجرتي ودوزتي المدة، ولا نفرض أنك عندك الجنسية، فبما أننا كنهضرو بمصطلح مهاجر، وغنديرو واحد الحاجة اللي مهمة. يعني باش كنطلعو المسائل أننا هنا باش نعاونو خوتنا المهاجرين. يعني إلا جات عليا أنا الحمد لله وكل شيء ديال الله تعالى. يعني هنا المهمة ديالنا كنديرو اللايفات، كنديرو الفيديوهات، كنوصلو المعلومات لخوتنا، وكنوري لهم الطريق الصحيح. فالإنسان في حد ذاته ناقص معلومة. والغريب في الأمر أنك تلقى الإنسان متواجد هنا وحاصل وخصو إفادة ولا خصو شي معلومة، ولكن حنا كنديرو اللايفات علاش؟ باش نقصو الهموم على المهاجر، باش داك المهاجر ياخد المعلومة وليزانفورماسيون ولا الاستشارة ولا النصيحة باش يعامل بها وما يتيحش في الأخطاء. ولكن في بعض الحالات أن كيجي واحد أنه كيرد راسو عارف وهو ما عارف والو، والعارف لا يعار. يعني كاين واحد المثل كيقول لك في المغرب، تمسكن حتى تمكن، ملي غتمكن دير جنيحات. انت ما عارف والو وناقص معلومة، وكتطلع مثلا وكتقول انا عارف، وتسولو في واحد الموضوع وما كتعطيلوش حتى القيمة لذاك الموضوع، وفي الاخر كتراجع وكتقول انا لا. حنا هنا ملي كتكون نقاشات، فالاهمية ديال النقاشات والحوارات هو تكون بناءة عن الروح الرياضية، يعني الصداقة، الوفاء، الإخلاص، الاحترام وما إلى ذلك. يعني ماشي أن كل واحد كما كيكون، يعني كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل واحد يمكن يدير الأخطاء، كل واحد يمكن يخطأ، وليس كل شعار، وفوق كل ذي علم عليم. يعني يكون صغير، يكون كبير، يكون متوسط. فالعلم ما عندوش درجات وما عندوش العمر. يعني يكون صغير وهو عارف حسن من الكبير، أو يكون كبير وعارف وما إلى ذلك. يعني هنا مسألة. ومنين كان تحاوروا مع شي بنادم راه ما وراء الشاشة ما كتعرف مع من كتحاور، واش هو عارف أو ما عارف، عالم ولا ما عالم، ولا ذو خبرة في ما. ولكن ملي كنهضروا معاه ديما كنهضروا بالأسلوب المتواضع باش نعرفوا نوصلوا للنتيجة ونوصلوا المعلومة إلى العقول النيرة. وكنتمنى أن الإيضاح موجودة والسلام.